بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء وهدى وذكرى لأولي الألباب، وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذي أثبت الأسباب، وهدانا به إلى سبيل الهدى ومناهج الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلام والحكمة وفصل الخطاب، شهادة قائمة دائمة إلى يوم الحساب. ربنا آتنا البيان والصواب، وألهمنا الحكمة والهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنصلي ونسلم على نبي الرحمة الذي أرسله الله للناس وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصر للخلق وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان على ذلك وصبر حتى صارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أئمة هدى وقضاة عدل ومصابيح الظلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكانوا على ذلك وصبروا حتى دانت لهم رقاب الأكاسرة، وخدعت لهم جيوش القياصرة، وملكوا ما بين المشرق والمغرب. في كل فج عزمهم سيار، إلى الوغى ثهافت وطار. جماعة ليس لهم ديار إلا ظهور الخيل والغبار. فرضي الله عنهم أجمعين، وأدخلنا وإياهم برحمته في عباده الصالحين. أما بعد، يقول رب العالمين في محكم تنزيله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة، في هذه العجالة حتى لا أثقل على إخواني، وقد سبقني إخواني بما تكلموا به، شيخ إبراهيم يعني لا عطر بعد عروس، لكن لا بد أن نغرف وكل منا يدلي بدلوه في هذا المكان المبارك. تعلمون أيها الإخوة، على أن الله تبارك وتعالى من حكم الحج أن الله جعل الناس سواسية، فالناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على العهد لمن استهدى أذلاء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فالناس سواسية. وعلى ذكر ما ذكر أخونا من آخر كلمة قالها: صعد معاوية بن أبي سفيان يوما المنبر فقال: اسمعوا أيها الناس، لقد فضلنا الله نحن معشر قريش عن سائر العالمين في القرآن. قال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونحن عشيرته. وقال عز من قائل: وإنه لذكر لك ولقومك، ونحن قومه. وقال تعالى: لإلاف قريش، ونحن قريش. أهناك تفضيل بعد هذا التفضيل؟ فقام له رجل من الأنصار فقال: على رسلك يا معاوية، فقد قال الله أيضا: وكذب به قومك وهو الحق وأنتم قومه. وقال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وأنتم قومه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأنتم قومه يا معاوية. فهذه ثلاث بثلاث،
فإن زدتنا زدناك. فسكت رضي الله عنه ولم يتكلم. إذ أن المعروف كما لا يخفى عليكم أن العلم يرفع الله بأقواما ويضع آخرين. وقد سأل هشام بن عبد الملك الزهري قال: يا زهري، من يسود مكة؟ قال: عطاء. قال: فأهل الشام؟ قال: مكحول. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الكوفة؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: فأهل البصرة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. وكان يقول له عند كل واحد: أمن الموالي أم من العرب؟ فقال: كلهم من الموالي. فقال له: يا زهري، فوالله لتسدن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هذا أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لا علاقة، لقد خلف الدين فينا مثالا. فآخ صهيبا وآوى بلالا ونادى بسلمان في الأقربين. الناس سواسية، ندخل فيما نحن بصدده. معرفة القرآن أيها الإخوة، القرآن نزل بلغة العرب المستعربة واشتق من القرء. تقول العرب: قرأت الشيء جمعته. والقارئ أي الجامع. ولما كانت الكتب السماوية نزلت بلغات أخرى ولا تتكلم إلا عن قضيتين: الحاضر والمستقبل. جاء القرآن أضاف رقم ثلاثة وهو عمل أمر الغيب، فسمي قرآن أي جمعان بصيغة المبالغة، والقرء الجمع. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، يعني اجمع. تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. فقيل له: قرآن. وهو نزل باللغة العربية الجديدة، إذ أن الكتب التي نزلت من السماء نزلت بأربع لغات: باللغة السامية والآرامية والسريانية والعربية. اللغة السامية بها نطق آدم وانتهت إلى سام بن نوح عليه السلام. واللغة الآرامية لغة اليهود، بها نزل التوراة على موسى. فلما كان اليهود كثير العبور غلب الفعل على اللغة فأصبحت العبرية. الناس ما يقولوا الآرامية، يقولوا العبرية. والإنجيل نزل باللغة السريانية، باللغة السريانية بأراضي الشام. ثم نزل القرآن بلغة قريش، لغة قريش الجديدة التي منابعها خمسة. هذه اللغة الجديدة منابعها خمسة: باب العربية العراق، ويمينها اليمن، وبركتها الشام، وقلبها مكة، وعقلها المدينة. هذه عربية قريش. إذ أن قريشا عرب مستعربة وليسوا عرب عاربة. وأسمتهم العرب قريشا لتقرشهم على الناس، ومن ثم قيل لسمك القرش قرشا. وأنواع الاختلاس ثلاثة: القارش والقاطع والسارق. السارق من يأخذ مالك دون أن تدري، والقاطع من يقتل صاحب المال، قاطع طريق. وأما القارش هو الذي يأخذ نصف ما تملك وأنت لا تتكلم، لو الذراع. كانوا يخرجون في الجاهلية الأولى متلثمين قبل رحلة الشتاء والصيف، فيأخذون نصف ما يملك الحجيج ثم يأتون إلى مكة فيطعمون به الحجيج. فبقوا على ذلك إلى أن جاء عهد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاشم هذا كان رجلا مفكر، أول من هشم الثريدة مع اللحم، وأول من سن دار الندوة، وأول من سن رحلة الشتاء والصيف. فانتسبت القبيلة إليه، فقال بنو هاشم، فقال: لا يليق بنا ونحن أهل هذا الحرم أن نأخذ أموال الناس بالباطل ثم نطعمهم بنفس الطعام. قالوا: ماذا ترى؟ قال: أرى أن أسن لكم رحلة الشتاء والصيف. فمن ثم، لكن التصق بهم اسم قريش، التصق. ولم يذكر الله اسم قريش إلا مرة واحدة في القرآن، لأنه أصلا هو ذم من ذاك الزمان، فقال لإيلة في قريش، إيلة انتبهوا قطاع طرق ذاك الزمان. وذكر الله الحرم 12 مرة بلفظ آخر: وهذا البلد الأمين لتنذر أم القرى، وقص على ذلك. فكان هذا السبب. فانتسبت القبيلة إلى هاشم هذا. القرآن الناس فيه أربعة في فهمه: عندك قارئ وعالم وفقيه وفاهم. فليس كل قارئ عالم،
وليس كل عالم فقيه، وليس كل فقيه قد فهم. قد يختلف القراء ويختلف العلماء ويختلف الفقهاء، ولا يختلف من قد فهم. ولما كان الفهم أدق ما في التنزيل ذكره الله مرة واحدة ففهمناها سليمان. الفهم يأتي من السماء لأنه صعب، وإذا تفاهم العلماء لم يختلفوا. إذن الفهم من أدق الأمور. هذا الفهم به نستطيع أن نستخرج الأحكام للمكلفين. يحتاج إلى أمور أربعة، الفهم لا بد له من أمور أربعة، إن لم تكن لا يستطيع الإنسان أن يستنبط. لا بد من رجاحة التفكير وفصاحة التعبير وجياشة التدبير وسلامة التيسير. وهذه الأربع تتوقف على أربع: فرجاحة التفكير من قلة الذنوب، من لم يذنب يستطيع أن يصعد بشيء جديد، وهذه حتى في الغرب. وفصاحة التعبير من الإعراض عن العيوب. قيل للقمان: كيف جمعت هذه الحكمة؟ قال: ما تدخلت في عيوب غيري طيلة حياتي، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وجياشة التدبير من نقاء القلوب، الذي يستخير ويطلع بشيء جديد يتدبر أمر فيطلع بنتيجة، هذا قلبه نظيف. وسلامة التيسير من علام الغيوب، إذا جمع للعبد ما ذكرنا يستطيع أن يستنبط من التنزيل العجب. والقرآن يا جماعة أمرنا الله أن نتدبره، أن لا نقرأه. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلما جاء للقراءة قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أعذرنا في القراءة ولم يعذرنا في التدبر، إذ أن التدبر من أهم ما ينبغي الإنسان أن يعرف، وهذه من الأمور المهمة. إذا التدبر شيء عجيب. سنرجع إلى التدبر من التنزيل في القرآن الكريم. وكان ممن يتدبر التنزيل ويشير إليه أكثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه كان رجلا يرى بقلبه لا بنظره. لأنك إذا نظرت غير لو أبصرت، لأن المبصر يدقق، أما الناظر ينظر الأجسام. لما ذكر الله الإبل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل. حينما جاء للتبصر قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السماء كجسم عام وزيناها للناظرين. حينما جاء للخصوصيات قال: ثم ارجع البصر كرتين. يكلم من؟ يكلم أولي الألباب، لأن أولي الألباب، فإن أولي الألباب هم المتدبرون في التنزيل. عمر بن عبد العزيز جمع علماء الشام مرة فقال: لقد قرأت في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن السبعة إمام عادل، فهل ترون مني أنني ذلك الإمام العادل؟ فقالوا: نعم أصلحك الله، أنت الإمام العادل. فقال: بئس القوم أنتم، لا تصلحون لمشاورة بعد اليوم. ثم كتب إلى الحسن البصري الواعظ الطائع الزاهد. حينما مات الحسن قالوا: مات الحزن وماتت المواعظ ومات التقوى في زمانه. فقال له: يا أبا سعيد، صف للإمام العادل، وليس عادل إمام، الإمام العادل. فرد عليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويكنفها من أذى الحر والقر ويحميها من السباع. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته.
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الرفيقة البرة الشفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تسكن بسكونه وتفرح بفرحه وتغتم بشكايته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى الله ويقودهم وينظر إلى الله ويريهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يمون صغيرهم ويعلم كبيرهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه الآن، وهو القبر، يطول فيه ثواؤك ويفارقك فيه أحباؤك ويسلمونك فيه أبناؤك في قعره فريدا وحيدا. الآن وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإنك إن فعلت فستبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظر يا أمير المؤمنين إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم. وإني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغ أولو النهى من قبلي، فإني لم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداو حبيبة يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من الصحة والعافية والشفاء. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. نصيحة من لمن؟ نصيحة الحسن لعمر بن عبد العزيز: سن المساواة فلا عجم ولا عرب، فلا شرف لامرئ إلا بتقواه، وقررت مبدأ الشورى حكومتهم، فليس لامرئ ما تمناه. يا من يرى عمرا تكسه بردته، والزيت أذم له والكوخ مأواه، يهتز عرش كسرى فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. هؤلاء هم الذين كانوا ينصحون، وهؤلاء هم الذين كانوا يقبلون النصيحة، فرفعهم الله. لقد استيقظوا لما نمنا، وبلغوا الفضاء لما قمنا. إذن لمثل هؤلاء نتبع وبهم نتأسى. إذا أردنا أن نذكر مثل هؤلاء، أيها الإخوة، هؤلاء هم الذين فهموا القرآن وفهموا التنزيل. والقرآن كما لا يخفى عليكم الناس فيه أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك زين متواضع فعلمه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك سفيه فاتركه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الناس في أي علم أربعة لا بد من: الأولى العالم، والقرآن نزل باللسان العربي، غير أنه نزل يتحدى العرب في لغتهم. لما نزل القرآن الذين يقولون بأن القرآن نزل على لسان العرب، نعم، لكن نزل يتحدى العرب في لغتهم، وهو المعجز، لأن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن. أما ما سوى ذلك فهي دلائل نبوته،
دلائل النبوة قد جمعها البيهقي في كتابه ألف دليلة، لكن المعجز هو القرآن، لأنه لم تستطع الجن والإنس أن تأتي بمثله فهو معجز. ما هو إعجازه؟ لأنه أعجز أهل اللغة، أهل اللغة من فطاح اللغة عجزوا عند إعرابه. على سبيل المثال في الأشياء البسيطة، إن هذان لساحران، علماء اللغة تأولوا لهذه 10 تأويلات، قالوا إن لم تنصب المثنى، دخل المفروض إن هذين لساحرين، هذا المفروض. قالوا إذن إن بمعنى ما صلة، ما هذان إلا ساحران، يبغوا يفركوا من أي جهة. طائفة قالوا إن هذين لساحران، ننصب الأول والثاني. قلنا لهم يا جماعة لما هذه الزحمة، لماذا الازدحام؟ قالوا إن لم تنصب. قلنا لم اتركوا إن في مكانها، لكن انظروا إلى الآية نظرة بيانية ليست نظرة تفسيرية، تفسير 1+1=2. قالوا كيف النظرة البيانية؟ قلنا لهم هل موسى مع هارون هل هما ساحران؟ قالوا لا. قلنا لهم لما كان موسى مع هارون برئين من السحر حتى إن عجزت أن تنصبهما، جلسوا واقفين ما انتصروا. إن هذان يبين لك على أن إن هذه العربية اللي من لسانكم يا عرب لم تنصب المثنى، لأن المشار إليهما برئين من السحر. فجلس كالجبل شامخين إن هذان لساحران. شوف الترتيب. من لطائف التنزيل أيضا، استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما. ممتاز. لما انتقلنا إلى الجهة الثانية قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. في الأول إيش سماها؟ قرية. هنا قال مدينة. ليه؟ علماء إيش قالوا؟ قالوا يطلق على القرية المدينة والعكس صحيح. قلنا لا أبدا، مستحيل أن رب العالمين يذكر شيئا عبث هكذا، لا بد أن لها معنى. كيف؟ قلنا لأن قبل الكنز، قبل أن يكون الكنز ويعثر على الكنز كانت قرية، لما عثر على الكنز سيفكر أصحابها في مدينة فسميت مدينة بعد الكنز، أما قبل الكنز كانت قرية. شوف ترتيب. الخضر عليه السلام مع موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي، ولم يقل لن تستطيع صبرا، لأن الخضر عليه السلام هو نفسه ما يعلم، هو ما يعلم ماذا سيكون. فلما جاء السفينة وخرق وبدأ يحلل له الأشياء، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والمساكين هنا بمعنى أغنياء، مساكين عن الحركة لكن أغنياء من حيث المال. فالمسكين لا يطلق، كلمة مسكين لا تطلق على الفقير عند العرب، إنما تطلق على من سكنت لغة، من سكنت أو سكن جسمه أو يده أو رجله عن الحركة، وإن كان صاحب ملايين وهم مساكين لكن لهم سفينة، هذا تناقض. فأردت أن أعيبها، فنسب العيب لنفسه تأدبا مع الله. في السفينة قال أردت، في الغلام أردنا، وفي الجدار قال أراد ربك. والإرادة في القرآن تنقسم إلى 5 أقسام. كل الإرادة، إرادة بلاء، وإرادة نقاء، وإرادة دعاء، وإرادة رجاء، وإرادة عطاء. إرادة بلاء إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها في قراءة، أي أو أمرناه بالصلاح. إرادة نقاء خاصة بآل البيت، بأزواج النبي، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إرادة رجاء هي التي قالها الخضر مع موسى، فأردنا أن يبدلهما ربهما. إرادة دعاء هي التي قالها هابل لقابل، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أما إرادة عطاء فهي عامة لكل المؤمنين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الإرادة لا تخرج في القرآن عن 5، والتي قصد الخضر عليه السلام الرجاء،
إرادة رجاء، أردنا أن يبدلهم في السفينة نسب العيب لنفسه تأدبا مع الله. وأنت الآن حينما تريد أن تذكر إنسان شرير قل الله انتقم منه، ننسب الانتقام لله وهذا خطأ. عليك أن لا تنسب الانتقام والشر لرب العالمين. شوف الجن وتأدب الجن، قالت وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، نسب الشر للمجهول تأدبا مع الله. أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الرشد نسب إلى الخالق، أما الشر بني للمجهول تأدب. ونفس الكلام يقوله سبحانه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، ما قال الله ومن يضلل الله، شال اسم الجلالة من الضلال، ومن يضلل فلن تجد له، ما قال ومن يضلل الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إشارة كذلك في التنزيل لما ذكر الله عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم، وأحيانا قال عيسى ومرة قال ابن مريم لحالها. لما؟ لأن خطاب نسبة الرجل إلى أمه عند العرب زمان كانت يعني عتاب، الرجل يستحي أن ينسب إلى أمه، لو نسب إلى أمه في ذاك الزمان كأنه ليس له أب، إذا قالوا ابن فلانة مصيبة. فحينما أراد الله أن يعاتب عيسى نسبه إلى أمه، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهني من دون الله، قال سبحانك. حينما عبدت العرب عيسى شال حتى الاسم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أما خطاب الرفعة شال الأم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، ولم يقل ابن مريم. ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. وخلي بالك اليهود كانوا كلما أرادوا سب الأوس والخزرج ينسبونهم إلى أمهم، قاتل الله بني قيلة دائما، يا بني قيلة امرأة يمنية أريد لها توأمين، فأسمت واحد الأوس والثاني الخزرج، فبقي الناس يقول يا بني قيلة، كما قال اليهودي في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يا بني قيلة هذا نبيكم قد أقبل. فكان العرب يستحيون أن ينسبون إلى، وعمر بن هند المعروف لما هجاه طرف بن العبد بكلام أهدر دمه وبقي وراه حتى إلى أن قتله، لأن نسبة الرجل إلى أمه عند العرب كما لا يخفى عليكم. من إشارات القرآن الكريم العباد والعبيد، وقد ذكر الشيخ إبراهيم منها بعض اللطائف. رب العالمين حينما يخاطب الصالحين من عباده يجعل لهم المد في القرآن ممدود، يا عبادي فبشر عباد، وما الله يريد ظلما للعباد. حينما يخاطب المجرمين وما أنا بظلام للعبيد، لأن واحدها عبد، والعبد قد يكون لصنم لحجر لله، بينما عباد تجمع على عابد، والعابد لا يكون إلا لله. المد في التنزيل، يعني خلي بالك في المنصوب والمجرور في القرآن الكريم في مدلولات مهمة جدا. إذا أراد الله بشيء إشارة أن يلفت نظرنا إلى شيء يخليه منصوب، والخيل والبغال والحمير منصوبة لتركبوها، خاطب المؤمنين. حينما ذكر الحيوات مع المجرمين جرت، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا مجرور. الآخرة حينما قدمها الله للمؤمنين جاءت منصوبة في القرآن، من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن. حينما أضيفت للمجرمين جرت الآخرة، وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. شوف الترتيب في القرآن الكريم في لطائف مهمة على الإنسان أن يلتفت إليها. ومن ثم القرآن يا جماعة من عجيبه إن أوجز كان كافيا، وإن بين كان شافيا، وإن أشار كان وافيا، وإن حكم كان عادلا، وإن أكثر كان مذكرا، وإن وعظ كان مؤثرا. لا يمله قارئه إذا استرسل، ولا يمله سامعه إذا تأمل، فهو حلو إذا تذوقته العقول، بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين
وروح قلوب المؤمنين نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين. هذا القرآن هو أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم، بل القرآن أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. فقدس القرآن واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يا طالب القرآن لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء فضل القرآن لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقوم. من عرف القرآن يا جماعة؟ من الذين فهموا التنزيل؟ من هم؟ العرب. والعرب كانوا يخشون أن تضيع العربية، فكانوا يخرجون أبناءهم إلى البوادي حتى لا تضيع العربية. ومن شدة حرصهم على اللغة أنهم كانوا إذا لحن الشخص، مو زي نحن دائما شغالين، إذا ذكر سمع لحن تقوم الدنيا ولا تقعد. دخلت ابنة أبي الأسود الذؤلي، وهو أول من وضع قواعد النحو بأمر الإمام علي، فقالت: ما أشد الحر؟ قال: يومه هذا يا بنية. قالت: أنا قصدت التعجب، ما قصدت الاستفهام. قال: إذن فقولي ما أشد الحر. ثم قام إلى الإمام علي: يا إمام أدركنا. قال: وما ذاك؟ قال: بدأ اللحن يدخل أبناءنا. قال: وكيف؟ فقص عليه قصة ابنته، فكان جالسا فوقف. قال: إذن فضع الاسم والفعل والحرف وانحو نحو هذا النحو. فمن ثم سمي النحو نحو. فمن ثم قالوا: أول من أفذنا النحو علي، سببه خلف حكاه الدؤل عن بنته التي نوت تعجبا، فاستفهمت برفع فعلها أبا، فقال: قولي ما أشد الحر، بالنصب في الذال الثقيل ورا. فقام يمشي للإمام مسرعا، يخشى لسان العرب أن ينقطع. فقال: أعلي أدرك الأمم أن يدخل اللحن الرومي والعجم؟ باستفهام ابنتي فتنت، فعلما واللحن في أبنائنا من الفتن. فقال: اجعل لكل شيء قاعدة، وانحو على ذا النحو كي يستفذ، ويستقيم النطق من ذي الهفوة، ومنه سمي النحو نحو. كان هذا سبب أن بدأ الناس، وحتى لا تضيع لغة العرب كما ضاعت اليوم. وأنا دائما أقول لإخواني: إذا أردتم لغة العرب أن تفعل، فعليكم أن تمارسوها في بيوتكم. ادخل على أهلك، قل: يا فلانة، ماذا عندك اليوم من الطعام؟ أريد تقول: هذا مجنون ولا يشبه، تكلم بأفلام الكرتون؟ لا، خليك تتكلم بهذا، من أهم. أنت إنجليزي، تعلم ولدك إنجليزي، ترسله للمدرسة بريطانية، ويسكن مع ناس كذا، وتحاول أنه ما يتكلم. مشكلتنا اليوم العربية، نحن عرب بدون لسان مع الأسف. احنا عرب نعم، لكن نحن في واد، ولغة العرب في واد آخر. فلا بد أن نرجع إلى لغتنا، لأننا طمسنا هويتنا بما نحن فيه للأسف. يعني أطمست الهوية إذا، والاستعمار الغربي يا جماعة لما دخل الدول العربية والإسلامية كان يقصد منا شيئين اثنين: أن يقطع صلتنا بلغتنا وقد أفلح، وأن يقطع صلتنا بتاريخنا وقد أفلح. من أهم وأنتم كما لا يخفى عليكم، أبو حنيفة لما دخل عليه رجل، وكان الرجل معتم لباسه عليه هيئة العلماء، وكان أبو حنيفة قد بسط رجله لكبر سنه، فلما رأى الرجل خشي أن يكتب عليه من خوارم المروءة شيء، فضم رجله قدم، فقال لأحد طلابه: اسقه لبنا حتى يسمع كلامه، لأن المرأة تحت لسانه، لباسك يرفعك قبل جلوسك، وكلامك يرفعك بعد جلوسك. فسقاه لبن، فقال الرجل: يكفوني. فقال له أبو حنيفة: كفاني فيك يكفوني. كان لأبي حنيفة أن يبسط رجله، قال: بس هذه ما يحتاج شيء ثاني، كفاني فيك يكفوني. أنا لأبي حنيفة أن يبسط رجله، وفرد رجله، بسط رجله. اليوم ما احنا اليوم في الجوال، قول طولت عليك، ما تتكلموا، لما نتكلم مع بعض ايش نقول؟ يا فلان معذرة، طولنا، تقلل الإبل لا تقلل البشر. قل: أطلنا، لأن الطوال هذا يطال الحيوان، معليش طولنا. يقول له الثاني: خذ راحتك. ما احنا عرب بدون عرب، احنا فؤاد
يا إذا طولنا عليك معليش طولت عليه. قل أطلنا. الطوال في الأفعال والإطالة في الأقوال هذا شيء وذاك شيء. إذن إيش اللي خلانا ننزل لهذا المستوى اليوم؟ لما يجي عندك خادم عجمي بدل أنك تكلمه بلغة العرب أول مرة تكلم بلسان تقول فلان صديق سوي كذا. حتى مرة أنا كلمت أخ باكستاني في شيء قال لي أنت إيه ما تفهم عربي؟ يقول لي أنا تمام. قلت له والله صحيح صدقت ضاعت الأمانة لأنه سمع من إخواننا أنهم العربي فواد وإحنا فواد. ولذلك قالوا النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. أثقل شوية على الناس لكن يعني بلغوا من باب بلغوا عني ولو آية. يا جماعة فطاحل العرب من؟ العرب لما أضاعوا العربية أهل مكة يعتبرون عند العرب عوام ما يعرفوا العربية. أهل مكة ذاك الزمان دخلت عليهم الأعاجيم فجعلوا ثلاثة أسواق لفلترة الكلام في موسم الحج. سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. سوق عكاظ كان عبارة عن فلترة. إيش وجوده في الطائف لماذا؟ أين أي الشعراء كلهم إذا دخلوا من طريق الطائف يمرون على عكاظ فيعرضون قصائدهم على من كان محكما في لغة العرب. وكانت لا تبنى الخيمة إلا لأعظم الشعراء وكانت لا تبنى إلا للنابغة الدبياني. كان يأتيه الشعراء بقصائدهم فيجلس قدامه فيقول له لا أنت رسبت. الذين يطردهم النابغة أفضل مليون من أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. هذو اللي رسبوا عند النابغة فلا يمر إلى الحجيج ويلقي قصائد إلا من كان متقنا لما. فإذا قال شيئا غريبا علق كلامه على الكعبة. ولذلك سميت المعلقات. المعلقات العشر المعروفة بداية من امرئ القيس الملك وليس امرئ القيس بن آبان الملك بن حجر ونهاية إلى زهير بن أبي سلمى وغيره من المتأخرين. إذن هؤلاء هم الذين كان كلامه. ولماذا قيل لها المعلقات؟ لأنها تتعلق بالقلب. وكانت قريش قد ضاعت عربيتها فكانت إذا جاءت لغة غريبة تعلق بالكعبة حتى يعرف الناس اللسان العربي أن هذا هو اللسان العربي الذي ضاع منا. لأن العرب يا جماعة ثلاثة: البائدة والعاربة والمستعربة. العرب البائدة هم عاد وثمود وجديس ويقطن وعبيل وبار. أما العرب العاربة هم أهدها اليمن يعني مهدها اليمن هم عاربة. ومن أشهر قبائلها حمير وكهلان. فخرج من حمير زيد الجمهور وقضاع والسكاسك. وخرج من كهلان عشر قبائل: همدان وأنمار وطيء ومنحج وكندة ولخم والأزد وجذام ملوك الشام بنو جفنة والأوس والخزرج بنو قيلة. هادو العرب العاربة. أما العرب المستعربة هم قريش. لما سكن إسماعيل الحرم فانتشرت منه 12 قبيلة. 12 قبيلة تفرقت في أرجاء الجزيرة ما عدا عدنان بقي بمكة فنسبت قريش حسبت نسبها إليه. وفي الحديث لا ترفعوني فوق عدنان لأن عدنان كما لا يخفى عليكم اللسان العربي الفصيح. لأن إسماعيل تزوج من رعلة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي فولدت له نابت. فيسير النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبه إلى عدنان فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معاد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ثيرح بن ناحور بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن آزر بن ساروغ بن عيبرة بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام بن لمك
بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس. وإدريس فعل وليس اسم، الإدريس هو الدرس، هو الخياطة، واسمه أخنوخ بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيت بن آدم عليه السلام. لكن في الحديث لا ترفعوني فوق عدنان، النسب المتفق عليه، لكن ما فوق عدنان من باب الاستئناس، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن فنعود فنقول أن العرب كانت تحرص أن لا يضيع اللسان العربي، ومن ثم اتخذوا الشعراء حتى في خلافة بن أمية. من كان من فطاحل الشعراء؟ جرير الفرزدق، فكان جرير يعمد إلى الأشعار المطروحة وينظمها، وأما الفرزدق فكان يختلق الكلام، فكأنما يغترف جرير كأنما يغترف من بحر، والفرزدق كأنما يقتطع من صخر. وإليك هذه المستمرة، ما دام أنه يوم العيد، عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جاءه فود من المهنئين، فدخل عليه رجاء بن حيوة فقال: يا أمير المؤمنين، إن وفود من المهنئين قد جاءوا لتهنئتك. قال: وعلى ما يهنئون؟ قال: على ما أنت عليه من الخلافة. قال: لا والله، كان عليهم أن يعزونا، نحتاج إلى تعزية، لأن هذا تكليف وليس تشريف. قال: من بالباب يا رجاء؟ قال: الأخطل، كتير، جميل بن معمر العذري، عمر بن أبي ربيعة، وغيرهم كثير. قال: قلت من؟ قال: جميل. قال: جميل يقف بباب عمر هذا السفيه، أوليس هو القائل في النساء: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، فكل حديث بينهن بشاشة، وكل قاتل بينهن شهيد. فوالله لن يدخل علي أبدا، وطرده. قال: يا أمير المؤمنين، لا بد أن يدخل أحد الشعراء، فإن ألسنتهم مسلولة. قال: تريدني أن أدخل مثل هذا السفيه؟ قال: لا بد يا أمير المؤمنين. قال: من إذن؟ قال: هناك الأخطل، شاعر نصراني. قال: تريدني أن أدخل الأخطل وهو القائل: ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم قبيل الفجر أدعو حي على الفلاح، ولكني أشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. والله لن يدخل علي أبدا. قال: يا أمير المؤمنين، لا بد أن تدخل أحد الشعراء. قال: من بالباب؟ قال: قلت لك يا أمير المؤمنين، ها هناك جرير وعمر بن أبي ربيعة. قال: قلت عمر؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: أوليس هو القائل في عزة: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، فوالله لو شهدوا كما شهدت سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. لن يدخل عليه، لعله كثير وليس عمر. أما عمر قال شيئا أكبر، قال له: أوليس هو القائل: ويا ليتني شممت ما بين يديك والفم، يا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم. قال: لو دخلت سلمى جهنم دخل معها. فطرده عمر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بد أن تدخل أحد الشعراء. قال: من بقي يا رجاء؟ قال: بقي جرير. قال: أدخل جريرا، فإنه أخفهم ضررا، ولو أنه ليس في القنافذ من هو أملس. القنافذ كلهم يشوف. فدخل عليه جرير فقال له: يا جرير، أبلغ الشعراء عني أنه ليس لهم عندنا غير غارم نقضي دينه أو فقير نساعد. فخرج جرير فقال له الشعراء: ماذا قال لك عمر؟ قال: وجدته رجلا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. قالوا: إذن فما عليك إلا أن تهجوه، قل فيه شعرا ينتشر عند العرب. قال: لا والله، ما أقول في عمر إلا ما ستسمعون. وقال قولته الشهيرة في عمر: يعود الفضل منك على قريش، وتفرج عنهم الكرب الشدادا، وقد أمنت وحشتهم برفق، ويعي الناس وحشك أن يصادا، وما عمرو بن مامة وابن سعدا بأجود منك يا عمر الجوادا. كان هذا من أفضل ما قاله جرير في عمر بن عبد العزيز. أيوة. أما الفرزدق فكان رجل يأتي بالكلام الجديد،
وكأنما يقتطع من صخر. ومن أفضل ما جاء عنه أن هشام ابن عبد الملك حج وهو أمير، فلما انتهى وجلس فإذا برجل يطوف بالحرم بالكعبة، فكلما أراد أن يستلم الحجر أفسح له الناس، فقالوا يا هشام من هذا؟ فهو يعرفه، قال لا أعرفه، زين العابدين. فقال الفرزدق بل أنا أعرفه. هشام تجاهل لأنه أخذته العزة بالإثم، لأنه الناس كانوا يشرفون زين العابدين ولم يلتفت أحد إلى هشام. فقال أنا أعرفه. قالوا من هو يا أبا فراس؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصرها والخيم والشيم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. فغضب هشام وسجن الفرزدق. فسمع فبلغ ذلك زين العابدين. خلي بالك زين العابدين اثنين، في زين العابدين الذي مات مع أبيه مع الحسن، وزين العابدين رقم ثلاثة، هذا نجي كربلاء يسمى. زين العابدين الأكبر مات مع والده، وأما هذا فقد أخذ أسيرا وهو صغير، ثم أرسل إلى يزيد بن معاوية بالشام فعفى عنه يزيد. هو كيف يعفو عن مثل هذا؟ هو يعفو عن يزيد، فأرسل به إلى المدينة، فهذا هو أعلى الناس، حتى أنه من رقائق هذا الرجل أنه مرة كان بالحرم ساجد وكان يقول هذه الأبيات: يا من يجيب دعاء المضطرين في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، نام عبادك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفاه، فمن يجود على العاصين بالكرم، أتيتك بخطايا قباح رديئة، وما في الورى عبد جناك جنايتي. ثم خر باكيا. فجاء إليه رجل قال: والله قد حسبتك من أهل العراق تقول هذا الكلام وأنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أحسب أنك من الذين قتلوا الحسين. فقال له: ويحك يا فلان، أنسيت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور، من أخره عمله لم يسرع به نسبه يوم القيامة. إذا من أهم ما ينبغي المرء أن يعرفه أن يطلب العلم من أصوله. إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي ابدأ من رقم واحد. إذا أردت أن تطلب علم دنيا يا جماعة، المهندس يجي على طول يلبس ويكون مهندس ولا يبدأ من صفر؟ الطبيب كيف يبدأ الطب يا جماعة؟ من أول ما يأخذ 7 سنين. إلا العلم، إحنا ما ندخل من باب العلم أبدا، دائما نطلع من فوق. ما هو باب العلم الأول؟ مين يقول لي من الإخوة؟ العربية مفتاح العلوم، العربية مفتاح العلوم، بها تبدأ. ولا يفهم التنزيل إلا عن طريق لغة العرب، بدونها مستحيل. لو أردت أن تترجم القرآن وأنت لا تعرف الترجمة كيف تتصدى؟ فلذلك فإن لغة العربي مفتاحا للعلوم، لا بد الإنسان أن يعرفها ليبدأ بها من الأمور المهمة. وهذا الشيء الذي نحتاج إليه في حياتنا، أن نعلم أبناءنا لغة العرب، وأن ندفع بأبنائنا بأن يتكلموا بهذه اللغة تعلما. وأنت في بيتك حاول أن تمارس هذه اللغة، وأن يكلم بعضنا بعضا. وأنا لو أردت أن أقول لإخواني شيء ممكن يكون من باب المزح، حاولوا في المخيم تتكلموا باللغة العربية بالضحك، احنا هنمزح فيما بيننا،
يا فلان ناولني كذا، نريد كذا، من باب ومن نطق بشيء يدفع شيء في صدق. يعني من نطق بشيء غير اللغة، حاولوا في المخيم نتعلم لغة العرب، يكلم بعضنا بعضا، نريد كذا، يعني نبدأ بها على الأقل، ونحن عرب، يعني ليس ذلك بناقص، لا يعتبر انتقاص، أنت عربي تكلم بلغة العرب. يعني لو رأيت بريطاني يتكلم بالإنجليزي ما تلومه، والإسباني ما يتنازل عن لغته، إلا نحن قد تنازلنا عن لغتنا وتركناها في واد، ونحن في واد. إذا لابد لنا أن نرجع إلى هذه اللغة. والعرب يا جماعة حتى كانوا إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته يطلقها بالشعر، يكلمها شعرا. ونقل من باب المستملحات أن أحد الأعراب غاب ما يزيد على 3 سنين. السنين غير الأعوام، انتبه، لما تقول السنة يراد بها المجاعة والقحط، والعام يراد به الخير. لا تقول صاحب كل سنة وانت طيب، يعني كل مجاعة وانت طيب، ولكل عام سنة سعيدة يا جميل، يعني مجاعة سعيدة، مستحيل. رب قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين تزرعون 7 سنين دأبا، إلى أن قال ثم يأتي بعدك عام فيه يغاث الناس. نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الأعوام أحيل نوح إلى التقاعد، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. العام شيء والسنة شيء آخر. إذن أحد الأعراب غاب ما يزيد على 3 سنوات، فجاء فوجد امرأته قد ولدت لتوها، امرأة زوجة. وخلي بالك من باب القرآن والإشارات أن القرآن يسمي المرأة، يسميها امرأة ويسميها زوج وصاحبة وأهل. إذا لم يكن بينك وبينها ولد تسمى امرأة، ما في ولد بينها، عقيم. زكريا قال امرأتي عاقر، لما رزقه يحيى قال رزقنا وأصلحنا له زوجة، أصبحت زوج بعد يحيى، وتسمى صاحبة في الأسفار، في الأسرار، في السر صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، خماسية الترتيب. وتسمى أهل في موضعين اثنين، في المطبخ وفي السفر. في المطبخ تسمى أهل، يعني أهل لذلك المكان. ولذلك إبراهيم قال امرأته قائمة فضحكت، لما احتاج إلى الطعام قال فراغ إلى أهله، ولم يقل إلى امرأته، لأن أهل لذلك المكان. وفي السفر هي أهل، لأن الرجل إذا عصب المرأة الريموت كنترول عندها، تقول له هدي يا فلان حتودينا، يقوم يسكت بسرعة، تبغى تشعلي للرجل رفعته، تبغى تنزله نزل. فربنا إيش قال؟ فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله، ولم يقل بامرأتها أو زوجه، أهل في السفر في المطبخ، وسماها زوج. والزوج هنا في ماذا؟ الأولاد. يا أيها النبي قل لأزواجي، قد يقول قائل نساء النبي ما هم يعني ما أنجبنا إلا، فليش قال أزواج؟ قال لأن أزواجه أمهات المؤمنين، فأي زوجة من أزواج المصطفى هي أمك، فبالتالي هم أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تنسب إليهم إليهن. فهذا الأعرابي لما جاء وجد امرأته قد ولدت لتوها زوجة، فشك لأن لغبائه شك، الولد ولده لما هو ولده، فقال له هذه الأبيات: لتقعدن مقعد القصي طلاق مني يا ذو القذورة المقلي. المقلي تعرفوه، نشرح لكم به. أو لتحلفن بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. إما أنك مطلقة وأنك تحلف أن هذا أنا أبوه. المرأة تدرك غباء زوجها، قالت: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي غير امرئ من بني عدي ورجلين من بني لؤي وغير تركي ونصراني و5 كانوا مع العشي و6 جاءوا على الطوي. فقال الأعرابي: لولا أن سددت فاها لعدت الإنس والجن. مشات راحت معاه نفس الإشارة، لأن العرب تتكلم شعرا في كل شيء. لما دخلت المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي قد ظلمني. قال: وفيما؟ يصوم الليل النهار ويقوم الليل. فقال: بارك الله لك في زوج، قد أقول لك يصوم النهار ويقوم الليل وأنت تقول بارك الله.
فقال هذا الذي فهمت، أنا أخذت بظاهر الأمور. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، إنما إن المرأة تقصد ذم زوجها لا مدحه. قال: إذن فقضي إن عرفت. فجاء كعب قال: علي بزوجي بالرجل. فعرضت المرأة شكواها شعرا، قالت: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراش مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فقضي القضاء كعب ولا ترده، نهاره وليله لا يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فأجاب الرجل مدافعا عن نفسه: زهدني في النساء وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما نزل، في صورة النحل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال له كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربعين في منازل، فأعطيها ذاك ودع عنك الحيل. فقال له عمر: لقد قضيت بينهما قضاء ما كنت أعرفه، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وكان قاضيا للبصرة من هذه الجهة في ذاك الزمان، لو كان قاضي اليوم كيف يرد؟ قد يكون قاضيا بعض القضاة لكنه بدون عربية كيف يرد؟ إذن أيها الإخوة، لحرص قدماء عن لغة العرب كانوا يتكلمون شعرا في كل شيء لكثرة ما كانوا عليه. والكلام في هذا المجال وفي القرآن كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع. ولذلك قالوا: من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف، لأن العالم لا يكون عالم إلا إذا جمع بين أمرين: أن يكون مرتبطا بالأصل متصلا بالعصر، مرتبطا بالأصل متمكنا من علمه، متصلا بالعصر يعرف ما يقول. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والعفو عن الإطالة.